هنأ قائد المقاومة الوطنية أبطال ألوية حراس الجمهورية المجاهدين المرابطين في مواقع الشرف والبطولة بالانتصارات التي تحققت وبمناسبة عيد الأضحى المبارك. وخاطب العميد طارق محمد عبد الله صالح أبطال حراس الجمهورية قائلا: كل عام وأنتم بخير وقوة ونصر. وأضاف: نتابع أنجازاتكم وبطولاتكم بفخر واعتزاز وثقة، ويتابع خطواتكم شعبنا المغبون بأمل وترقب اليوم النصر العظيم. وقال العميد طارق في رسالة التهنئة: كل انتصار تحققونه في الجبهات يصنع للوطن فرحة وعيدا، أنتم أهل الفضل ولكم من الله أجر الجهاد والرباط بالأيام الفضيلة. وأضاف: إن كل لحظة ثبات منكم هي لحظة انكسار وانحدار وانهيار لميليشيا الكهنوت، كونوا على يقظة وجاهزية ترهب العدو وتعزز الانتصار بالانتصار. وختم تهنئته بقوله: بوركت إنجازاتكم وبطولاتكم ودمتم فخرا وذخرا ونصرا لليمن.